تابع دلوقتي مع زميلة لبنى الخولي وجديد الانتخابات مع شبكة مراسلين في مختلف محافظات الجمهورية. ليك لبنى، مرحبا بك محمد، ومرحبا بالضيف الكريم عبر شاشة أونلايف. وبالطبع المصريون يعني يسطرون ملحمة وطنية من خلال الانتخابات الرئاسية التي نتابعها معكم منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. تابعوا معي شبكة مراسلي أونلايف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زالت المتابعة مستمرة مع عيون أونلايف في جميع محافظات الجمهورية، ولكن ينضم معنا الآن مراسلنا إبراهيم عزة، وتحديدا معنا من محافظة كفر الشيخ. مرحبا بك مرة ثانية وثالثة زميلي، والحديث الآن يعني بعد عدة ساعات منذ الساعة 9 صباحا لهذا اليوم. بالطبع المشهد يتغير لديك الآن زميلي من محافظة كفر الشيخ التي تمثل كتلة الصوتية كبيرة. إليك الكلمة الآن زميلي إبراهيم. مساء الخير لبنى من جديد. يعني مع انطلاق هذه الانتخابات في تمام 9 من صباح هذا اليوم، ولكن بعد مرور يعني عدة ساعات الإقبال يزيد بعض الشيء عن الصباح، ولكن أنا الآن متداخل يعني من داخل اللجنة الفرعية رقم 17 هنا في محافظة كفر الشيخ، ومعي الآن مباشرة على الهواء سيادة المستشار محمد يوسف، وهو رئيس اللجنة الفرعية رقم 17 بمدرسة عبدالله النحاس بندر كفر الشيخ. أنا برحب بحضرتك بداية على الشاشة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني أقل من ساعتين وسيتوقف التصويت على مستوى الجمهورية ليأخذ القائمين على هذه العملية قسطا من الراحة. في الساعة ديت إيه اللي بيحصل فيها فندم، وماذا عن لو كان هناك عدد من الناخبين بالفعل داخل المدرسة، هل سينتظر بعد عودة الاقتراع أم سيدلون بأصواتهم ومن ثم قسط من الراحة يتاخد؟ يعني هي ساعة الراحة دي حضرتك اللجنة العليا للانتخابات هي اللي محددها التوقيت بتاعها من الساعة 3 حتى الساعة 4 عصرا. لو في ناخبين يعني قبل ما نقفل بناخد جميع الأصوات اللي في اللجنة في محيط اللجنة أو في حرم اللجنة، بعد كده بنقفل البوابة وبنستأنف التصويت عقب انتهاء ساعة الراحة. لو حضرتك بقى هتوصف لنا العملية الانتخابية ماذا عنها في يومها الأول من خلال يعني رصد حضرتك منذ الصباح. هي العملية الانتخابية ما شاء الله على ما يرام تصير بشكل طبيعي. حضرتك احنا جينا هنا كنا متواجدين من الساعة 7 صباحا، تم تحديد حرم اللجنة وبمعرفة رئيس اللجنة، وبدأت عملية التصويت في الساعة 9 صباحا، والحمد لله يعني الأمور على ما يرام تسير. يعني الناخب لما بيدخل اللجنة فندم ما هي المراحل اللي بيمر عليها حتى يصل بالإدلاء بصوته ويضع ورقة الاقتراع داخل الصندوق المغلق بالأغلاق السرية؟ هو الناخب بيسلم البطاقة لرئيس اللجنة، ثم بيتوجه للموظف أو الموظفة اللي معاه الكشف، بيشوف رقمه، بيوقع قبل الخانة اللي في اسمه، وبيجي يستلم ورقة التصويت تاني من رئيس اللجنة، وبعدين يدلي بصوته، وعقب ذلك بيغمس اصبعه في الحبر الفسفوري. نعم. اخيرا بقى، ما هي المعوقات التي تعطل او تعرقل صوت الناخب هنا ويتم ابطال الصوت؟ يعني ايه اللي يحصل في الورقه ويتم ابطال الصوت هذا الناخب؟ يتم ابطال الصوت في حالات عده، منها ان يعلم مثلا بقلم رصاص، او ان هو يعمل علامه في الخانه، او يعلم على الاثنين، يعلم على الخانتين، يبقى الصوت باطل. عدا ذلك بيعتبر الصوت صحيح. هل الإقبال اختلف بعض الشيء من الصباح حتى يعني الساعة عدت الواحدة ظهرا، الإقبال كما هو أم بيختلف بعض الشيء من ناحية الكثافة والتزايد؟ هو الإقبال الحمد لله أعتقد أنه بيتزايد، يعني كانت البداية الصبح صباحا كانت أهدأ من دلوقتي. يعني حضرتك لو وجهت الكاميرا هتشوف الناخبين برا، لكن التصويت الحمد لله بيزيد، الكثافة بتزيد أول بأول. يعني الحمد لله حتى بدأنا يعني ما شاء الله دخلنا في نسبة تصويت عالية حاليا حتى هذه اللحظة، وما زلنا في اليوم الأول. في اليوم الأول، ويعني إن شاء الله ربما يكون الناخبين نفسهم يعني إيه ثلاث أيام تصويت، فيعني دي النهارده يوم عمل أيضا. فضلا عن النهارده يوم عمل، وبعدين التصويت ممتد حتى الساعة 9 مساء، تصويت حتى الساعة 9. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق. شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد يوسف رئيس اللجنة الفرعية رقم 17 من هنا من محافظة كفر الشيخ. الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلك. نعم. العزيزة لبنى بلسوس. نعم إبراهيم، فيما يبدو أن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر، ولا يبدو أن هناك أي معوقات أو عراقيل، والأعداد تتزايد، ولابد أن نسلط الضوء أيضا بأن المشاركة من
قبل كبار السن والسيدات تتصدر المشهد الانتخابي الآن. نشكر إبراهيم عزت كان معنا من كفر الشيخ، وننتقل الآن مشاهدينا الكرام مع الزميل من محافظة المنوفية تحديدا محمود شاكر. مرحبا بك محمود، يعني المشهد يتغير بعض الشيء بعد الساعة 9:50 صباحا حتى هذه الدقائق تحديدا في 1:30 تقريبا، كيف هو المشهد لديك الآن، وهل تم رصد أي معوقات أو عراقيل، وكيف أيضا حال المشاركة من قبل الناخبين من جميع الفئات سواء كانوا سيدات أو رجال؟ أهلا بك زميلتي لبنى. انطلقنا اليوم مع 9 صباحا في الاستقرار للانتخابات الرئاسية اليوم، وتوافد العديد من اللجان على الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية والموزعة على 12 مركزا انتخابيا و522 مقرا رئيسيا و596 مقر لجنة فرعية، فيما يتوزع الكتلة السكانية أو الكتلة التي لها حق التصويت بمحافظة المنوفية 2,596,000 ناخبا. يتوافد العديد من الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية والموزعة على العديد من اللجان الفرعية واللجان الرئيسية، والتي توافدوا عليها من الصباح الباكر. رصدنا في الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية توافد العديد من كبار السن والسيدات على اللجان الانتخابية، والذين توافدوا من الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم. ومع الدقات السابعة كنا متواجدين أمام اللجان الانتخابية، رصدنا العديد من السيدات وكبار السن والعديد من ذوي الاحتياجات الخاصة متوافدين أمام اللجان في رسائل كثيرة يودون أن يوجهونها للشباب في الخروج للإدلاء بأصواتهم. أجرى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية عددا من الجولات لتفقد المدارس التي تواجدت بها الانتخابات، وأكد على أنه تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الكاملة للحصول على التأمين الكامل وتحقيق الأسباب الكاملة للراحة للقضاة والناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومطالبا المواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم. كما أجرى السكرتير العام لمحافظة المنوفية الدكتور أيمن مختار جولة تفقدية تفقد خلالها سبل الراحة التي تم تقديمها، وتفقد العديد من الأوامر أو التعليمات التي أجراها للجان المختلفة من توفير المولدات الكهربائية والعديد من السبل لإراحة القضاة وإراحة الناخبين. العديد من الجولات التي رصدناها على مدار اليوم بالعديد من المدارس اليوم، رصدنا توافد العديد من الناخبين على اللجان بمركز كوسنا بمحافظة المنوفية، والتي شهدت تواجدا كبيرا. التوافد كان في الصباح الباكر مع دقات 9، والتي استمر التوافد عليها لعدد كبير من الناخبين، تقلل تدريجيا مع الظهيرة، وهو الأمر الطبيعي، وخاصة أن اليوم هو يوم عمل، ولكن التوقعات تؤكد بأنه هناك العديد من التوافد خلال الساعات القليلة المقبلة. رصدنا عدد اللجان التي تأخرت في فتحها اليوم، والتي تجاوزت 30 لجنة، وذلك لعدم وصول القضاة في أوقاتهم، وذلك بتأخر وصل إلى ما يقرب من نصف ساعة عن مواعيد فتح اللجان الانتخابية. كما تأخرت لجنة أخرى بدائرة مركز أشمون ما يقرب من أكثر من ساعة، وهذا لتأخر بعض القضاة للوصول إلى اللجان الانتخابية. الأجواء الآن تسير على قدم وساق، وتسير وسط أجواء تأمين كبيرة من القوات المسلحة ومن الشرطة المصرية. الكلاب البوليسية شاهدناها في بداية النهار لتمشيط اللجان الانتخابية بشكل كامل. الجولات الميدانية التي يجريها اللواء أحمد عثمان مدير أمن المنوفية والسكرتير العام الدكتور أيمن مختار للتأكيد على الناخبين بالنزول والمشاركة السياسية، والتي تدعو للكثير بالمشاركة. الآن أنا أتواجد بالمدرسة الثانوية القديمة بمدينة شبين كوم، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الصباح الباكر لعدد كبير من السيدات والكبار، وخاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم محمود، يعني بالطبع فيما يبدو أن الاستعدادات كانت تجرى بالفعل على قدم وساق، وكان هناك تنسيق على كافة الصعد، سواء كان تنسيق وزارة الداخلية بالتعاون أيضا مع الجهات الأخرى المعنية والوزارات الأخرى ومنها وزارة الصحة. نشكر زميلي محمود شاكر كان معنا من المنوفية، وننتقل الآن مشاهدينا الكرام مع زميلي مينا بشرى الآن من محافظة الشرقية. مرحبا بك زميلي مينا. يعني الصورة تتحدث عن نفسها منذ الساعات الأولى
الأولى لصباح اليوم وتوجه الناخبين إلى لجان الاقتراع. يعني منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر الآن زميلي مينا، ما هي الصورة لديك الآن؟ وأرى من خلفك الآن في الشاشة أو في هذه الصورة رفع للعلم المصرية وعدد كبير من أيضا المواطنين سواء كان من النساء أو من الرجال، وتوافد الرجال الآن على اللجان الانتخابية. انقل لي الصورة كاملة زميلي. نعم، مساء الخير لبنى. بالنسبة لي الصورة الحالية وبالفعل كما ذكرت بها المقدمة وكما توضح الصورة، هناك توافد لأعداد كبيرة من المواطنين من الناخبين ومن الناخبات، خاصة أن المدرسة التي تتورد خلفي بها لجنة واحدة وهي مخصصة للسيدات. على الجانب الآخر أمامي هناك أيضا لجنة أخرى ولكنها مخصصة للرجال. في هذا المحيط هناك استمرار لتوافد الناخبين منذ الساعة 9 صباحا مع بدء انطلاق العملية الانتخابية واستقبال جميع اللجان الفرعية للمواطنين، وهناك استمرار لتوافد الناخبين والناخبات على مقار أو جميع مقار العملية الانتخابية. وإن كان في صدارة المشهد حتى هذه اللحظة وما رصدناه هو توافد أعداد كبيرة من كبار السن وإصرار كبير لديهم على الذهاب إلى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم على الرغم مما يعانون منه من ألم ومن مرض. أيضا القوات هنا قوات الجيش والشرطة قامت بتوفير مقاعد أمام مقر اللجان لإراحة المواطنين وإراحة كبار السن أيضا ومساعدتهم على الدخول إلى مقر اللجان الفرعية. أيضا بالشوارع الرئيسية وبمحيط اللجان الفرعية هناك انتشار للسماعات التي تذيع الأغاني الوطنية وتوافد وإقبال أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان مع رفع الأعلام المصرية وترديد الهتافات والأغاني الوطنية. أيضا تقريبا منذ ساعة كانت هناك زيارة لمحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد يرافقه جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وقام بتفقد عدد من اللجان، وكانت لكاميرا أون لايف لقاء خاص مع السيد المحافظ الذي تحدث وأكد أن العملية الانتخابية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي منذ الصباح الباكر منذ الساعة 9 صباحا وحتى هذه اللحظة دون وجود أي معوقات بأي لجان، وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة وتصل إلى جميع القرى والنجوع بالمحافظة من خلال غرف العمليات المتواجدة أيضا بالوحدات المحلية والمراكز، ولم ترصد جميع الغرف على مستوى المحافظة والغرفة المركزية بديوان عام المحافظة أي شكاوى من المواطنين، وكل ما تم رصده هو تأخر قرابة 17 لجنة عن فتح الأبواب لمدة 15 دقيقة. غير ذلك جميع الأمور تسير بشكل طبيعي دون وجود أي معوقات، وإلى جانب أيضا انتشار أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية وبالشوارع الرئيسية والميادين والمنشآت الحيوية، وحتى هذه اللحظة استمرار توافد الناخبين والناخبات على مقار العملية الانتخابية مع أيضا رفع الأعلام المصرية ومرور السيارات التي تذيع الأغاني الوطنية، وكما تظهر يظهر هذا الصوت أيضا خلفي في الصورة وكما تظهر بالصورة خلفي تجمع لأعداد من المواطنين من الناخبين والناخبات عقب الإدلاء بأصواتهم وترديد هذه الأغاني ورفع الأعلام المصرية. صوت فرحة المصريين بالمشاركة في العملية الانتخابية وضح جليا والصوت يصل إلينا الآن، وزغريت النساء أيضا وفرحتهم بهذه المشاركة في العملية الانتخابية كما كان مينا أيضا في الخارج وفي العديد من بلدان دول العالم ظهرت هذه الصورة المشرفة. زميلي مينا نشكرك جزيل الشكر، كان معنا من محافظة الشرقية. ننتقل معكم الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميلة جيرمين إبراهيم معنا من الفيوم. مرحبا بك جيرمين. يعني لكل محافظة ولكل مدينة في ربوع الوطن طابع خاص بها، يعني من محافظة الفيوم ونراك الآن يعني عبر الشاشة من أمام لجنة الاقتراع، ويبدو أن هناك حالة من الاستقرار وأيضا حالة من يعني المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين، وكان هناك مسيرات خرجت لدعم المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية. هل كان هناك مسيرات في محافظة أو في الفيوم تحديدا لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية؟ بالفعل لبنى، يعني نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة لانطلاق الانتخابات الرئاسية
في محافظة الفيوم، الانتخابات الرئاسية 2018. الحقيقة في محافظة الفيوم بيتوجه أكثر من 1,860,000 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية إلى 9 لجان وأيضا 335 مركزا انتخابيا و 424 لجنة فرعية. لكن دعيني قبل أن يعني نبدأ كلامنا بالحديث عن الانتخابات في محافظة الفيوم نتوقف عند هذا المشهد على الهواء مباشرة، وهو يعني الذي سنراه الآن، وهو مساعدة ومساهمة رجال وقوات التأمين في مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية. ربما هذا المشهد الذي نراه الآن على الهواء مباشرة هو مساعدة يعني واحد من كبار السن الذي كان حريص على القدوم لمقر اللجنة الانتخابية والإدلاء بصوته. ويمكن هو المشهد المسيطر على معظم اللجان التي رصدناها منذ صباح اليوم وحتى الآن. يعني كبار السن كانوا أبطال يعني المشهد في اللجان التي قمنا برصدها. الحقيقة اللجنة اللي بنقف فيها الآن بالتحديد هي لجنة الساحة الشعبية، والتي تتواجد في منطقة شعبية في محافظة الفيوم، ويعني تابعة لدائرة قسم أول الفيوم، والذي يتبع له 16 مركز انتخابي و26 لجنة فرعية، مقيد بها 135,123 ناخب وناخبة. الحقيقة يعني من خلال حديثنا مع محافظ يعني الفيوم الدكتور جمال سامي أكد لنا أنه اللجان بدأت العمل في التوقيت المحدد لها في تمام الساعة 9، إلا أنه عدد من اللجان تأخرت قليلا يعني الدقائق في فتح أبوابها أمام المواطنين، لأن القاضي قبل ما تبدأ عملية التصويت عليه أن يتأكد من عدد من الأدوات المتواجدة داخل مقر اللجنة الانتخابية واللازمة لإجراء العملية الانتخابية، فعليه أن يتأكد من وجود رقم خاص باللجنة الفرعية في مكان واضح على باب اللجنة، أيضا التأكد من وجود عدد من اللوازم والأدوات للعملية الانتخابية منها الصناديق البلاستيكية والأقفال البلاستيكية وأيضا الحبر الفوسفوري وأيضا الأختام. ويمكن كانت هي السبب في تأخر هذه اللجان هو يعني عدد من الأختام والتي وصلت أخيرا إلى القضاء في اللجان الفرعية. يمكن أيضا وأخيرا يعني من الأشياء اللي كانت بتوجه لنا بشكل دائم والأسئلة بتوجه لنا بشكل دائم منذ صباح. شكرا للزميلة جرمين إبراهيم، كانت معنا من الفيوم، نشكرك جزيل الشكر. وشكرا جزيلا أيضا على هذه الصورة المشرفة، وتحديدا ما وضح لديك الآن زميلة جرمين لهذا الرجل الكبير في السن الذي توجه إلى لجنة الاقتراع وبمساعدة رجال الأمن. نشكرك جزيل الشكر. نشكر الزملاء الأعزاء إبراهيم عزت كان معنا من كفر الشيخ، وأيضا محمود شاكر كان معنا من المنوفية، وكان معنا أيضا من الشرقية مينا بشرة. عيون أونلايف في كل مكان في جميع أرجاء الجمهورية، نشكركم جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، يعني هذه هي الصورة المشرفة للمصريين، يعني يسطرون التاريخ ويسطرون هذه الملحمة الديمقراطية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونعود مرة ثانية إلى محمد، وعودة أيضا إلى ضيفك الكريم. وكما تبعت معنا الآن هذه يعني الملحمة البطولية من خلال عملية الاقتراع في صناديق الاقتراع، ونتواصل معك مرة ثانية محمد. فعلا لبنى، يمكن صورة جميلة والمختلف في هذا المشهد، ان احنا دائما كنا نجد في بعض الاحيان عزوف من فئة الشباب عن الاقدام على ممارسة العملية السياسية. اليوم شاهدنا مسيرة من الشباب تجوب شوارع القاهرة وتدعو المواطنين للادلاء باصواتهم في الانتخابات.